احنا الهدف من الزياره ان احنا نشوف التامين الصحي في انجلترا بيطبق ازاي ونستفيد من خبراتهم في انجلترا وننقل الخبره ديت لمصر عشان نقدر نطبقها في مصر بالشكل المناسب ليها والشكل اللي يتناسب مع المتابعين هنا في مصر والمرضى في مصر. ان شاء الله مسافرين من انجلترا عشان نشوف الخبرات في انجلترا تطبيق التامين الصحي ازاي ونقدر ننقل الخبره ديت نطبقها في مصر ان شاء الله بالطريقه بالوضع اللي يناسب مصر اكتر. احنا الحمد لله يعني تقريبا كلنا اقصرين في الاسره او اطباء مصر يعني في بس ان احنا عندنا فكره عن طب الاسره وطريقه تطبيقها فاحنا مسافرين انجلترا عشان ان شاء الله نزود الخبره ديت ونشوف الوضع الانسب والامثل لتطبيق التامين الصحي. في كورس اخذناه في مصر هنا في بورسعيد يعني كان عباره عن 3 ايام في اطباء من انجلترا جم جربونا فدوت طبعا يعني قرب شويه الموضوع ان احنا يعني لما نسافر ان شاء الله برضه هيبقى الموضوع اسهل لنا بس الثلاث ايام دول كانوا نظري فاحنا ان شاء الله يعني هنطبق هنشوف التطبيق عملي ازاي في انجلترا ونيجي هنا باذن الله.